طيب دايما جمهور الاهلي متطلع لصفقه المهاجم، وصفقه المهاجم بس شويه حاجات اقولها لحضراتكم مهمه. صفقه المهاجم هتحتاج اكيد، لو انت بتفكر دلوقتي والناس عينيها على تركيا وعينيها على القيد اللي مفتوح وعينيها بسبب طبعا الزلزال وما سببه من توقف للنشاط الكروي في تركيا واستثناء الناس في تركيا في المسألة دي، فجمهور الأهلي عينه راحت على تركيا مباشرة وعلى بشكتاش تحديدا علشان موليكا. طيب بادئ ذي بدء عشان حضرتك تكون في الصورة، موليكا عشان يجي لازم لعيب من النادي الأهلي يمشي خلاص. في حد يقول لك برونو سافيو، طب يا سيدي ماشي يعني حلها انت للناس، يعني برونو سافيو هيمشي ماشي حلها انت بقى للناس. واحد دلوقتي عقده ساري، حلو كده الكلام، تعال انت قول له بقى امشي عشان احنا هنجيب واحد، فهيقول لك ايه؟ اديني بقيه عقدي، صح كده؟ الاهلي مش طريقته مثلا انه يقول للعيب بتوكل على الله خلاص احنا فسخنا العقد واشتكينا هناك، مش طريقته. فطبيعي ان هو هيقعد معاه ده انا بس على الفرضيه اللي البعض بيقولها يا عم ماشي برونو سافيو. انا بس بقول لك ايه، فكر من ناحيه الاداره هيبقى عنده مشكله عامله ازاي. فهتيجي لبرونو سافيو يا عم احنا لو سمحت توكل دلوقتي بقى، الناس دلوقتي توكل على الله احنا مش عايزين. فهيقول لك اديني بقيه عقدي، مش هقول لك حاجه تانية غير كده، هو ايه اللي يخليه اصلا يمشي؟ اديني بقيه عقدي. فلو هو هيوافق وهيطالبك ببقيه العقد وده هيبقى رقم كبير فاكيد انت مش هتديه له يعني، وفي نفس الوقت انت هتخسره من كل النواحي، يعني حتى لو انت هتعتمد عليه في ماتش من الماتشات لاسباب ليها علاقه بالاحتياج الفني، طالما هو موجود وطالما هو بياخد فلوس فاكيد انت هتحتاجه في وقت من الاوقات فانت بتخسره خالص. فما اظنش ان النادي الاهلي هيفكر التفكير ده، بس انا مش بدافع عن اداره الاهلي، بس انا بشرح لك هم شايفينها ازاي، شايفينها من انهي ناحيه. خلاص دي واحده. الثانيه خلاص كده برونو سافيو هيبقى موجود، طب هيجيبه ازاي؟ الحاله الوحيده هي الفرضيه اللي موجوده دلوقتي والخبر المتعلق بانه هناك رغبه من نادي بشكتاش بالحصول على خدمات ديانج. بشكتاش في اتصال هاتفي مع الناس في الاهلي كان بيستعرض فكره الحصول على خدمات اليو ديانج. الاهلي طول الوقت كان عايز موليكا، بس هم هناك ما كانوش بيتكلموا على ديانج، ما كانوش بيتكلموا في تركيا على ديانج. فتعالوا نشرح لحضراتكم الموقف على الشاشه بالكامل عشان نقول لكم القصه عامله ازاي. مسؤول النادي الاهلي تلقى اتصالات من بشكتاش للحصول على جهود اليو ديانج بعد مد القيد في تركيا حتى الخامس من شهر مارس المقبل، ماشي كده؟ وفرق ما بين الاتصالات واستطلاع الراي والعرض والفاكس الرسمي. طلبت اداره الاهلي اتمام الصفقه في الصيف مع تحديد القيمه، مع تحديد الاهلي لقيمه 7 مليون دولار حد ادنى لاتمام الصفقه، يعني لو كده ديانج فالتفكير هيبقى مع نهايه الموسم في الصيف يعني ب7 مليون دولار. وطلب مسؤولي الاهلي من بشكتاش الحصول على موليكا ضمن الصفقه مع انتقال ديانج للفريق التركي، هنخصم ده من ده والاهلي هياخد فلوس اكيد يعني. سيحصل الاهلي وقتها على قيمه ماليه تقدر ما بين 2 مليون ل 3 مليون دولار مع انتقال ديانج للنادي التركي اذا الاحتماليه ديت مشت. وخد بالك من حاجه، احنا دلوقتي امتى؟ احنا دلوقتي امتى؟ احنا لا احنا في فتره انتقالات ولا في اي شيء، احنا في فبراير 19 منه ولا ايه؟ صح؟ 19 منه. فمفيش اي فتره انتقالات. الحاله بس اللي الناس بتتكلم فيها هي اللي فتحت باب انه يا الاهلي روح بص على تركيا، الاهلي روح بص على تركيا، فهي اللي بتخلينا برضو نوضح، لان في النهايه احنا بنشتغل في 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 الحته بتاعت الكوره والحته بتاعت الاخبار اللي شبه كده. لكنه هيبقى في باب مفتوح، هيفضل في باب مفتوح ما بين الاهلي وما بين بشكتاش طالما انت عايز حاجه وانا عايز حاجه. طالما انت عايز حاجه وانا عايز حاجه. هل في متغيرات كتير ممكن تحصل؟ احنا بنتكلم دلوقتي في شهر 2، يا عالم بكره ايه اللي بيحصل؟ فما بالك ولسه في شهور. فاللي احنا بنقوله النهارده لا ينطبق الا على النهارده، ممكن متغيراته اسرع بكتير من تخيلاتك، يعني ممكن تلاقي الكلام ده كله لا الاهلي يجي في وقت من الاوقات ديانج السبعه اللي هو كان بيفكر فيه يجيله اكتر ويقول لك لا مش عايز. ديانج يقول لك مش عايز اروح، مش اي حاجه من الحاجات، اي متغير من المتغيرات اللي انت ما تكونش في بالك، او الاهلي يتمسك بديانج ويمشي لعيب اجنبي مع نهايه الموسم، موسم يكون خلص ويعرف يوصل لشكل ما فيمشي ويجيب الصفقه بتاعت موليكا على طول كاش او يدفعها وياخدها فيبقى عنده ده وعنده ديانج. كل دي متغيرات، ولكن انا بشرح لحضرتك
الخبر اللي هو بيبقى ابن النهارده.